سيرة لا تسعها الكلمات، سيرة فنية خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي بل والعالمي. سيدة المسرح العربي كما ناداها الرئيس السوري حافظ الأسد، أستاذة الأساتذة سميحة أيوب، موهبة دعمتها الدراسة على أيدي الكبار، فعرفت طريقها للفن الحقيقي منذ البداية كي تكتب بموهبتها تاريخا من ألق يمتد لما يزيد عن 450 عملا فنيا، تنوعت ما بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة. المسرح كان عشقها الأزلي وبيتها المحبب ولا يزال، فهي أسطورة التمثيل المسرحي التي عملت مع كبار المخرجين العرب أمثال زكي طليمات ويوسف وهبي، كما تعاونت مع عدد من كبار المخرجين الأجانب من روسيا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وصالت على خشبات المسارح في العديد من الدول العربية والأوروبية إلى جانب مسارح مصر. لم يقتصر نشاط أيوب في المسرح على التمثيل، بل امتد للإخراج، حيث قامت بإخراج 4 مسرحيات ثم الإدارة المسرحية الناجحة حين قدمت النموذج الأنثوي الناجح لأول مرة في إدارة المسرح الحديث في فترة حرجة من تاريخ مصر والوطن العربي عام 73، ثم المسرح القومي في تجربة إدارية متميزة امتدت 17 عاما. نالت أيوب أعلى مراتب التكريم الفني من الهيئات والمهرجانات المسرحية، كما كرمها 4 رؤساء بأعلى الأوسمة، وحصلت على جائزة الدولة التقديرية في الفنون وجائزة النيل التي تمثل أعلى جوائز الدولة في الفنون، إلا أن الجائزة الأكبر والأعظم تبقى محبة وعشق الجماهير العربية. أخيراً وجدت إلكترا في مصر، هكذا ناداها الفيلسوف الوجودي سارتر وعانقها على المسرح. تحية إجلال وتقدير من شبابي المسرح للقيمة الفنية والزخم الذي قدمته السيرة العظيمة لأستاذتهم ورائدتهم سميحة أيوب.